أهلا بكم في برنامج بيروت اليوم، حيث أستقبل رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق الدكتور عدنان سيد حسين، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه. ملف تفرغ الأساتذة، ما علاقته بملف تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية؟ وهل يبقى حله رهينة التجاذبات السياسية؟ هل يعتمد لبنان فعلياً سياسة النأي بالنفس؟ وهل تصمد هذه السياسة في ظل تطورات الأزمة السورية؟ بداية أهلا وسهلا فيك دكتور عدنان السيد حسين، رئيس الجامعة اللبنانية والوزير السابق، وبعتز أن نقول الصديق والضيف الدائم عندما كنت وزيرا. إنما هلأ المهنة تتطلب وقت أكثر وما عم تقدر تطلع كثير للإعلام. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أهلا وسهلا فيك دكتور. لا شك أنه خلينا نطرح شوي الأمور أو بعض الإشكاليات التي تعترض الجامعة اللبنانية. هذا الصرح الذي تأسس ب 62 يضم 75 ألف طالب بمختلف طوائفه ومناطقه، يعني هذا الصرح الجامع لكل اللبنانيين. إنما للأسف هناك الكثير من المشكلات والشوائب والإشكاليات، خلينا نسميها ابتداء من قصة التفرغ يلي تطوف على سطح الأحداث الأخيرة. ليش ملف التفرغ ما زال عالقا؟ وأين عالق هذا الملف؟ ومن يعترض يعني توقيع ملف التفرغ؟ شكرا لكم أستاذ فادي. وأنا بعتقد الحديث عن الجامعة هو الحديث عن أكبر مؤسسة عامة في لبنان مولجة بموجب قانون تنظيمها، المادة الأولى قانون 75 الصادر عام 67، بتنمية القيم الإنسانية بين المواطنين. شوف أستاذ فادي هالنظرة المستقبلية منذ عام 67، أن الجامعة تتوخى في معارفها وعلومها تنمية القيم الإنسانية بين المواطنين. أنا هون بستنتج مثل ما حضرتك تستنتج أكيد في عبارتين كتير مهمين. نحن بنهتم بالقيم الإنسانية ونحن نتعامل مع اللبنانيين كمواطنين، لأن الجامعة كمؤسسة عامة هي مرفق عام تؤمن العلم للبنانيين بلا تمييز. وإلا إذا بدها تميز بطلت مؤسسة عامة وسقط منها تنمية القيم الإنسانية بين المواطنين. لذلك أيا يكن رئيس الجامعة اللبنانية هو مولج في ذلك. ذكرت حضرتك بالتقديم أن الجامعة بدأت عام 62، هو فعليا عام 51 مع إنشاء معهد أو دار المعلمين العالية اللي كان الله يرحمه الدكتور خليل جر، بعدين تولى بعد سنتين دكتور فؤاد أفرام البستاني من عام 53 حتى عام 69 أواخرها، بعدين تولى الدكتور إدمون نعيم. للأسف في عهده حصلت الأحداث عام 75، تولى الدكتور بطرس ديب، بعدين دكتور جورج طعمي، بعدين دكتور ميشيل عاصي بالتكليف. دكتور عاصي بالتكليف لم يكن رئيسا أصيلا، لم يعين عسيرة التعيينات لتعرف أنه المشاكل قديمة من جديد قضية. وبعدين إجا الدكتور هاشم حيدر الله يرحمه لسنة واحدة بالتكليف، دكتور حمد المزوب لسنة واحدة بالتكليف، ثم أرسي بعد الطائف عرف أنه الجامعة اللبنانية من الوظائف الأولى في الدولة، وزعت على توزيع الطائفي بموجب الدستور. فأتى الرئيس الدكتور أسعد دياب، ثم الرئيس الدكتور إبراهيم قبيسي، ثم الدكتور زهير شكر، وأنا حاليا توليت منذ سنة وأربعة أشهر بمرسوم في مجلس الوزراء كرئيس أصيل للجامعة. تصور من 2004 إلى الآن لا يوجد عمداء أصيلين في الجامعة معينون بمرسوم، أي لا يوجد مجلس جامعة، أي أن القرارات مولج باتخاذها رئيس الجامعة ووزير التربية حسب القانون. معناها كل ملفات الجامعة بنقلها أنا بشكل شبه يومي بعد ما ندرسها ونوقعها إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي في وزارة التربية، تدرس هناك ثم تعاد إلى الجامعة. مين بيعرف هالمرارة العلاقة والروتين الإداري إلا أهل الجامعة وطبعا المعنيين في وزارة التربية؟ بس هذا بنتج عنه تأخير إداري، تأخير في بت المعاملات السريعة، هذا جانب. الأساتذة والتفرغ،
أنا دخلت على الجامعة اللبنانية سنة 90 بعد ما حصلت الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية عام 89. كان عدد الأساتذة في الملاك والتفرغ أكثر من 1500 أستاذ. اليوم أنا وأتحدث معك أستاذ فادي عدد الأساتذة في الملاك والتفرغ 1425 أستاذ ملاك وتفرغ يعني هول مثبتين، يعني اللي هني ضمن الكادر الجامعي، يعني هني اللي مولجين بتنفيذ البرامج الأكاديمية وتشكيل من الأقسام إلى الفروع. شو كان عدد طلاب الجامعة سنة 90؟ أقل من 35,000 طالب. عدد طلاب الجامعة اليوم يناهز 74,000 طالب. طيب، والأهم من العدد مش موضوع عدد، شو كانت الكليات الموجودة وشو الكليات اللي انضافت، شو الأقسام اللي كانت موجودة وشو اللي انضاف. تطبيق نظام LMD اللي هو سيستم فرنسي ولكن صار أوروبيا سائد بالاتحاد الأوروبي تيسهلوا العلاقات بين الجامعات الأوروبية. إمنا أخذناه نحن عام 2004 وأنا اليوم المولج أني أعمل ملائمة أدابتاسيون لهذا النظام حسب الحالة اللبنانية، لأنه مر بمراحل متقطعة من 2004. هون المعاناة صارت مزدوجة، أنه من جهة بدك تلبي الاحتياجات الأكاديمية ومن جهة بدك تطور نظامك التعليمي اللي صادرة فيه مراسيم من 2004. يا سلطة حكومية، وأنا كنت واحد منهم سابقا، طرحت 5 مرات مع معالي صديقنا الوزير الدكتور حسن النايمي وهو من الجامعة اللبنانية، 5 محاولات لتعيين عمدة في الحكومة السابقة ولم يعين العمدة. ما السبب؟ المحاصصة، النظام الطائفي، والمشاهد بيعرف شو عم احكي. أنا بطرح سؤال، لماذا إقحام الجامعة اللبنانية بما يخالف الدستور والقانون في هذا النفق اللي هي عم تأدي دور التعليم واللي هي مؤسسة عامة الجيش الثاني في لبنان كما أحب أن أسميها؟ نحن اليوم أنا بستغرب بعد ما أنجزنا من نيسان الماضي إلنا سنة أو 11 شهر وفق قانون 66 انتخبنا المجالس التمثيلية من القاعدة إلى القمة، رؤساء الأقسام، المدراء، ممثلي الأساتذة. بقي عندنا العمدة ما بيطلعوا من عندنا من الجامعة، بدهم مرسوم في مجلس الوزراء. ليه عالق هالمرسوم؟ بحق لنا نعتب نحن كجامعة على السلطة الحكومية أيا تكن؟ ما فينا نحكي؟ ليه ما بنحكي؟ أنا رئيس الجامعة. بس إنه وين عم تحكي رئيس؟ إنه لماذا لا بعدما رفعت الأسماء من قبل رئيس الجامعة ومعالي وزير التربية والتعليم العالي، نحن بنرفع 3 من 5 مرشحين منتخبين في كلياتهم، 5 برتبة بروفيسور ليكون عميد. اخترنا 3. وهذا القانون بنص هيك، ورفعنا 3، اختار يا مجلس الوزراء 1 من 3. ويا مجلس الوزراء إذا بدك تعدل بالثلاثة حتى، في مانع شرط أن تتفاهم مع الجامعة، لأنه الهدف بالنهاية هو استمرارية العمل الأكاديمي وتطوير أنظمة الجامعة وخدمة هذه المؤسسة الكبرى المنتشرة في لبنان. أنا أرفض أن تقارن الجامعة اللبنانية بأي جامعة، لا من حيث الحجم ولا من حيث التركيب. الجامعة الأمريكية الأعرق في لبنان منذ 1866 موجودة بزون واحد اسمه راس بيروت، بناء معروف، كادر الوظيفي معروف. الجامعة اللبنانية 47 فرع وشعبة من حلبة شمالا إلى بنت جبيل جنوبا، ومن الحدث المجمع الأكبر، مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مرورا بمجمع الفنار، وصولا إلى أبنية الجامعة القديمة المتهالكة المستأجرة في البقاع في منطقة زحلة والجوار. وعندما قدمنا مشاريع لبناء الجامعة وأبنية الجامعة لا نجد
الاهتمام الكافي الرسمي. أنا ما في طلع قرار بالبناء، بدي مر على مجلس الوزراء اللي بيكلف مجلس الإنماء والأعمار بالتخطيط وبيأمن التمويل. في جهة قادرة تمول البناء الجامعي اللي هي البنك الإسلامي للتنمية، واتفقنا معها، لكن بدنا قرارات حكومية. موضوع الأساتذة، موضوع الأساتذة، خلينا برجع بروح على موضوع الأساتذة. نعم. هذه القرارات الحكومية وين علقة؟ على في خلافات على الأسماء التي رفعت بغض النظر عن المحاصصة إن كانت السياسية أو الطائفية. شوف، الخلافات منا ذات شأن كبير بقدر ما هو الأزمة هي في الاهتمام الرسمي في الجامعة اللبنانية، لنكون صريحين. يعني لا اهتمام رسميا، اللامبالاة البيروقراطية، وأحيانا الجهل بأمور الجامعة وبخطورة تأجيل حل مشاكلها. وهذه المعاناة عانى منها الله يرحمه فؤاد أفرام البستاني أستاذنا الكبير اللي هو مؤسس الجبهة اللبنانية أو أحد مؤسسيها. فالموضوع منه طائفي، مش عدنان السيد حسين الشيعي يعاقب، لا، الجامعة اللبنانية ككل تعاقب تماما. يعني تماماً. الطقم السياسي المسلم السلطة في لبنان لا يؤمن بالجامعة اللبنانية؟ أنا لا أقول لا يؤمن، لست في داخل في 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 سرائره إذا جزت. أنا بعرف أنه لسوء الحظ لم تكن من أولويات السلطة. كل السلطات أم هذه السلطة؟ يعني في بعض الحكومات، لا كل الحكومات. هذه أزمة منذ أيام الستينات. أنا أذكر عندما كنت طالب في السبعينات كان عميدنا بكلية علوم دكتور حسن مشرفي عانى الأمرين، الله يطول عمره، أخو موجود بفرنسا. لكن في خلينا نكون موضوعيين دكتور، إنما يعني هذه الجامعة تطورت. حضرتك قلت كنت عم تقول إنه كان في 35 ألف طالب، اليوم نحن 75. كان في عدد قليل من الكليات والفروع والأقسام، صار عندنا نحن هم 49. حضرتك قلت 47، أنا كان عندي معلومة 49. يعني صار في عندنا تبع المركز الجامعة بالحدث، هذا البناء الضخم، هذا البناء الضخم. يعني كيف نقدر نوصف هذه الثنائية بين عدم الإيمان بكل بساطة بالجامعة اللبنانية وتطور الجامعة اللبنانية؟ لا، ما بدي أحكي من نوايا. أنا بدي أقول لك أستاذ فادي، كل إنجازات الجامعة تحقق بالضغط وبالتظاهر وبالإضراب. وهذا أمر من جهة منعتز فيه نضالات اللبنانيين. أنا بتذكر بال74 جيلنا كنا طلاب، طالبنا بثلاث كليات تطبيقية، وكنا ننطلق أحيانا من اليسوعية وأحيانا من اللبنانية وأحيانا من الأمريكية، وكانوا طلاب اليسوعية والأمريكية يمشوا معنا دفاعا عن الكليات التطبيقية في الجامعة. وصدرت المراسيم الثلاثة في أيام الرئيس الراحل سليمان فرنجية، الطب في الجنوب والزراعة في البقاع وكلية الهندسة في الشمال. ما كان في تفريع وقتها. دخلنا بالحرب بالعام 75 المؤسفة المدمرة، بالتأكيد أخرت انطلاقة الجامعة مثل كل مؤسسات الدولة. نحن مؤسسة للدولة، نحن استقلاليتنا في إدارة الشأن الداخلي، الأكاديمي أكيد، الشهادات، البرامج الأكاديمية، لكن نحن المال تابعين لوزارة التربية، من خلال موازنة التربية بتجينا وزارة للجامعة اللبنانية، موازنة للجامعة اللبنانية. نحن القانون بيحكمنا في علاقات معينة مع وزير الوصاية وزير التربية ومع الحكومة اللبنانية ومع ديوان المحاسبة بالشأن المالي ومع شورى الدولة بالأمور القانونية. يعني في شبكة علاقات بين هذه المؤسسة الكبرى اللي هي الجامعة ومؤسسات الدولة. بالتالي أنا صارحت المسؤولين وقت ما توليت، قلت لهم رئيس الجامعة بدون مجلس يعني الجامعة تسير على رجل واحدة، لنكون صريحين. بتقلي من 2004 ماشي الأمور، أنا ما بدي مشيها بتصريف أعمال ولا بالتسكيج، بدنا نمشي الجامعة بما تستحق. ونحن متفاهمين مع قطاع التعليم الخاص، نحن ما عم ناخد أبدا من دور الجامعات الخاصة اللي متكاملين معها. طب دكتور، أنت كرئيس جامعة يعني شو المسعى الذي تقوم به؟ شو هو الضغط يلي عم تقوم فيه تجاه القيادات
السياسية إن كانت الطائفية أو الحزبية أو السياسية، يعني حتى ترجع الأجر الثاني عفوا لهذه الجامعة؟ ما بدنا نمشي مثل ما حضرتك قلت الجامعة على أجر وحدة. شوف أستاذ، وهذا المسعى الذي تقوم به يصطدم به، يصطدم بعقلية تقليدية تجاه الجامعة، بعدم معرفة خطورة غياب مجلس الجامعة، بعدم معرفة خطورة الأبنية المتصدعة في المناطق البعيدة عن بيروت، بالبيروقراطية اللي ما عادت محتملة في لبنان. هي بس البيروقراطية وهذه الثقافة فقط هي يلي تعيق تشكيل مجلس الجامعة وتعيين عمداء؟ طالما المرض قديم والمشكلة قديمة منذ نشأة هذه الجامعة يا سيدي، عام 51 دار المعلمين العالي اللي كلمتك عنها نشأت بإضراب وباعتصام وسقط جرحى. فيك ترجع للأرشيف. أنا بتأسف إقول لك، يعني دائما حقوق الجامعة دكتور جورج طعمي رئيسنا الله يطول عمره زارني من فترة وقال لي عدنان ما تزعل، اللي صار معك صار معي قبل، ما عينوا لي عمدة، وأنا كرئيس جامعة ضمن صلاحياتي كلفت عمدة. أنا هلأ كيف بدير الكليات؟ في عمداء مكلفين، مين بيعطي الشهادات؟ مين بيشرف على البرامج الأكاديمية؟ العميد المكلف حسب القانون يقوم بمهام العميد الأصيل، لكن ما فينا نلتئم كمجلس جامعة لناخد قرارات ونوقع. إجا القانون رهن التوقيع والقرار في هذه الحال برئيس الجامعة ووزير التعليم العالي، لكن هيدا مش حل، هيدا بيقولوا تصريف أعمال. نرجع لسؤالك، لجوهر سؤالك، بعتقد أزمة الجامعة جزء من أزمة التعليم الرسمي، وأنا من على منبرك بقول بكل صراحة هناك مخالفة لوثيقة الطائف التي دعت لتعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، ولن تقوى السلطة، أي سلطة، أي سلطة الآن ولا بالمستقبل، على إيجاد بديل عن الجامعة اللبنانية لسبب بسيط. الجامعة تراث، الجامعة تخصص وخبرة، جامعة لبنانية، والجامعة تؤمن التعليم للفقراء الذين لا يقوى على دفع أقساط 15,000 دولار ومستوى مرتفع جدا، يعني ربما تكون أقوى من الجامعة. نحن ننافس، ما بدي أقول هيك، بس نحن ننافس بشرف، نحن ننافس بكفاءة. أنا ما بقبل بامتحان الدخول لا تنزاد نص علامة ولا تتنقص نص علامة. أنا ما بقبل بالمتفوقين اللي منعتهم يعملوا دكتوراه في الخارج، ابحث شو طوائفهم ومذاهبهم، الأول أول، تاني تاني، التالت تالت. نحن ما عندنا محاصصة، حاج يقحمونا وقت ما بدنا نوصل للعمدة وتعيينهم بتوازنات طائفية وبأوزان طائفية. بدي عميد على السي في، بدي أكفأ عميد بكلية الإعلام يكون عميد الإعلام، بدي أكفأ أستاذ قانون يكون عميد الحقوق. شو عم نطرح نحن؟ ورح نراعي استاذنا الكريم التوازن والتقسيمات والمذاهب والى اخره، بس يعني نحن القانون ما بيلزمنا، نحن ما عم نعين موظفين فئه اولى، بالتالي العرف يلزمك. بعد شوي رح يلزمنا العرف بعدد الطلاب كمان. 6 و6 مكرر كمان. لا حرام هالقد، حرام هالقد استاذنا. يعني طيب، يعني هذه المعضله التاريخية لمجلس الجامعة وتعيين العمداء هي يلي إذا بدك وقف في سد منيع في وجه مشكلة التفرغ. بشكرك على هالسؤال، بشكرك جدا على هالسؤال. لا علاقة لمجلس الجامعة إذا تكون أم لم يتكون في موضوع التفرغ لسبب بسيط، أن الأساتذة يتقاعدون كل سنة. أنا عندي من عام 2008 آخر دفعة تفرغ كانت 2008، 687 أستاذ. 687 أستاذ، نعم، تفرغ 2008 تفرغ، وما كان في مجلس الجامعة، كان في رئيس الجامعة ووزير وصاية. كم مرف تفرغ؟ 687، هذه بال 2008. 2008 في عنا متقاعدين من الأساتذة من 2008 لهذا الوقت الذي نحن فيه 637 أستاذ، يعني تقريبا اللي دخلوا راحوا،
راحوا بهالفترة هيدي. يعني عندنا فراغ بهالفترة. نعم. زاد عدد الطلاب، زادت الاختصاصات، فتنا بنظام LMD والماسترات اللي بيحكوا عنا، والماستر ممكن تكون 100 طالب بالصف. مش ممكن، ما في بلد بالعالم هي بيقبل ب50 بيقبل ب40 100 و200 اوفي تياتر بتحط ماستر، ما في ترافو براتيك. في حوار بين الاستاذ والطلاب، في ريشيرش بدها تنعمل، في مكتبه بدك تشوفها، وإذا كلية مثل كلية الزراعة بدك تروح على الحقول وبدك تشتغل. يعني في عملية متابعة تبع الاختصاصات. طيب إذا ما فرغنا بال 2020 شو بصير؟ نحن هلا عندنا قلت لك 1425، بال 2020 بصير عندنا 700 أستاذ على الأكثر ملاك وتفرغ، وفي هذه الحال تضرب الجامعة اللبنانية بالصميم، لأنها لا تستطيع أن تؤمن الكادر التعليمي. بتقولي روحوا على ستس الساعة، من روح على ستس الساعة، ولكن ما بيكفوا. بالوقت اللي قانون تنظيم التعليم العالي بيطلب من أي جامعة خاصة هلأ جديد أو القدم، عندما ينشئ ديبارتمون جديد، قسم جديد أو اختصاص جديد، بيقول له وين المتفرغين؟ على الأقل واحد أو اثنين بكل قسم. لأنه مين بيحط البرامج؟ مين بيشرف على تطبيقها؟ مين بيضبط الدوام؟ مين بيحط توصيف المادة؟ مين بيشرف على الامتحان؟ مين بيقترح الشهادات وإعطاء الشهادات، منح الشهادات للخريجين؟ طيب فإذا نحن عم نطالب بإدخال المرشحين إلى التفرغ اللي مضى عليهم، مش بس عامل الزمن سنتين وثلاثة وأربعة، اللي نحن بحاجة لهم بالأقسام. نحن اليوم بحاجة لأدب إنجليزي بكل لبنان، بكلية الأداب مثلا، بحاجة لستاتستيك بكلية العلوم، بحاجة لعلوم سياحية، إلى آثار أركيولوجية، بحاجة لعلم النفس بكلية الأداب، بحاجة باختصاصات في القانون. ما بيقدر مجلس الوزراء يحدد الاختصاصات، لذلك أناط القانون الاختصاص الفني بمجلس الجامعة، هو اللي بيحدد أي أستاذ بأي مادة. أكيد مجلس الوزراء ما بيعرف، مش طبيعي. عميد الطب بده يقول شو الاختصاصات اللي بده إياها بكليته، عميد الهندسة بده يقول شو هي المجالات اللي بده إياها، عميد الحقوق بده يقول بدي قانون عام ولا قانون خاص. يعني هالمسائل بديهية، لكن للأسف نحن عم نعاني دائما لأننا جزء من هذا التكوين العام للدولة اللبنانية بمؤسساتها. لا شك أن الجامعة اللبنانية بحاجة اليوم إلى أساتذة متفرغين، وهذه الطلبات قدمت. لكن قبل ما روح للإشكالية يلي تقف تشكل هذا الحاجز المنيع، على أي أساس حضرتك أنت عم تقول على أساس الحاجة؟ لكن ثمة من يعتبر أنه هناك كمان أيضا محاصصة سياسية، دعم سياسي، دعم طائفي لهذا الملف، ضد هذا الملف. خليني أطرح هذه الإشكالية بداية، على أي أساس الجامعة، رئاسة الجامعة، إدارة الجامعة قدمت هذه الملفات وقبلتهم بانتظار توقيع التفرغ؟ شوف، بالقانون مجلس الجامعة يقدم لائحة المرشحين للتفرغ، مجلس الوزراء يبت في القرار سلبا أو إيجابا ويؤمن التغطية المالية، يشير في آخر القرار اعتمادات من وين تتوفر. ما عندنا مشكلة مالية، بطمنك تتوفر الاعتمادات. في طريقة لتوفير الاعتمادات من احتياط الموازنة للجامعة، ومن رفع رسم التسجيل للطالب الجامعي من 195 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة. شوف من لحلم كبير. يعني بتعرف قدي رسم التسجيل بالتعليم الثانوي الرسمي؟ 250 ألف. ونحن بالجامعة اللبنانية بعد من 20 سنة 195 ألف. طيب وقت نقدم مشروع من هالنوع يمشوه يطلع من دوائر وزارة التربية إلى السراي، ومن السراي إلى طاولة مجلس الوزراء، ولو ما بدها القصة كلها. نرجع للسؤال. أنا
وزملائي العمداء، نحن ما بهمنا لا المحاصصة ولا الأحزاب السياسية، بهمنا الحاجة بأي أقسام، الشهادة دكتوريات الكل معترف بها، مجلس التعليم العالي بجيب إفادة، اثنين خبرات، ثلاثة نصاب تعليمي، أربعة القدرة على البحث والقدرة على إدارة. وقت بدك تفرغ واحد بالتعليم وما بيقدر يضبط صف مثلا، لو معه دكتوراه فيه بعته أنا على مختبر يمكن ينجح أكثر. فإذا هالمعايير وعندك الحاجة وعند الحاجة نعم. في بليزير فاكتور بدك تعمل منه إكواسيون قدر الإمكان. أنا دخلت بشيء واحد وعم خاطبك أمام المشاهدين، دخلت بشيء واحد لتحقيق نوع من التوازن الوطني بعد 30 سنة من غياب هذا التوازن بين المسلمين والمسيحيين. لم أتدخل في أي شيء آخر. أنا خي... يعني التوازن الوطني كافة المناطق اللبنانية أم كافة الطوائف اللبنانية المناطق المتوازنة؟ نتحرك على أساس فروع وكليات. عندنا بالشمال مثل الجنوب، عندنا ببيروت مثل الجبل مثل البقع. بس نسبة المسيحيين آخر 20 سنة ضاقلت شوي لأسباب مش بس أسباب ديموغرافية، يمكن في قسم راعي الجامعات الخاصة. اليوم في فرصة بالجامعة اللبنانية أنه نعدل شوي التوازن. أنا قمت بهذا الدور لا أكثر ولا أقل، شرحت الأمر بالتفصيل لفخامة الرئيس، لدولة الرئيس، لدولة الرئيس، لمعالي وزير التربية وزير الوصاية، ولأهل الجامعة في اجتماعات العمدة واجتماعات المدراء، وكلهم قدروا هذا التوجه. هو مش توجه لإلي ولا لطائفتي أو طائفتك، معلش خليني أحكي بيني وبينك يعني بالمعنى الشخصي. مظبوط. أنا كبدي أعمل جامعة منتشرة بكل لبنان، بدها تكون كل مكونات المجتمع اللبناني موجودة شركة. نعم. لنكون صريحين. مظبوط. ما بدي أنا فئة تشعر أنها مغبونة. وقت البشعر أن السنة مظلومين أنا بدافع. لكن نحن ما عنا لعبة توازن طائفي، ما تقحمونا بهالمجال. ما بدي كتير هالقد القصة يعني. إذا هل يعني جبنا سنة قد الشيعة مرشحين، تقريبا مرشحين المسيحيين بحدود 47% لأول مرة من 30 سنة. حكيتك عن 2008 كانت نسبة المسيحيين 32%. طيب برجع للملفات الشخصية مدروسة مرات ومرات، حتى من أيام الرئيس شكر الرئيس اللي قبلي في ملفات درست، استكملنا الدراسة، العمدة أعطوا رأيهم، تصور يطلع بيان مشترك عن كل عمداء الجامعة ومدرائها أو مديريها اللغة العربية من الشمال للجنوب ومن بيروت إلى البقاع، ما حدا بيهتم. طيب هذا رأي الجامعة، رئيسة، العمداء المكلفين، المدراء المنتخبين حسب القانون. نعم. والمعينين حسب القانون عم يقولوا هذا هو ملف التفرغ. استاذنا بيجي واحد ما تفرغ بيقول أنا مظلوم، عندنا 3800 طلب. استاذ بالساعة، نحن فينا نفرغ لا 3000 ولا 2000 ولا 1000، ومش كل استاذ بدرس بالساعة جاي بده يتفرغ. ممكن تجيب انت مهندس عنده مشروع عقاري عم يشتغل فيه بيعطيني ساعتين، ممكن تجيب قاضي بدرس بكلية الحقوق مثلا، ممكن تجيب طبيب مهم بدرس بالعلوم الطبية او بالصيدلي. وبالتالي ما كل اللي بدرسوا بالساعة مرشحين للتفرغ، التفرغ له شروطه الذي يقدر عظيم. ذلك مجالس الكليات. خليني كفي بهذا الموضوع لكن بعد البريك لو سمحت. مشاهدينا الكرام بريك قصير ونعود إلى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق دكتور عدنان السيد حسين. دكتور، كنا عم نحكي عن ملف التفرغ، يعني كنا عم تعطينا الوصف يلي قدمته الجامعة اللبنانية من رئيس الجامعة والعمداء لملف هذا التفرغ، لكن هذا الملف أول شيء واقف على أبواب السياسة، واقف على أبواب مجلس الوزراء، عم نشوف الأساتذة مضربين اليوم عن إعطاء الدروس في الجامعة اللبنانية، يعني جزء من الجامعة اللبنانية معطل بانتظار القرار السياسي. هذه الصورة للأسف. يعني أنا بشكرك عم بدأت حضرتك أنا شاغل هذا الملف وبعرف لا يعني بدأت عم أشعر من حديثك اهتمامك بالموضوع. أنا بشكرك وبشكر اهتمام الـ MTV.
هيدا واجبنا دكتور. وبشكر مشاعرك الوطنية حقيقة أخي، ما بعرف كأنه المسؤولين أدركوا أهمية هذه الجامعة حتى الآن أو لا، يمكن بنسب متفاوتة، ما بدي أظلم. قدين إحنا بدنا نحترم الثقافة والتعليم، قدين إحنا بدنا نشوف حالنا بكرة بأطباء من جامعة لبنانية 20 سنة وعم تخرج أحسن أطباء أو من أفضل الأطباء، ما بدي بالغ أنا. نحن المهندسين راحوا للخليج واشتغلوا ونافسوا الذين درسوا في بريطانيا وكانوا متقدمين. نحن جامعة رومية يعني هذه بشهادة كل الناس، نعم، تعتبر بتخرج أهم المهندسين، نعم، مش بلبنان فقط، أهم من المدارس والجامعات الخاصة معروفة، لكن للأسف عم بياخد موقف يعني أنا، وعم نشوف الأساتذة اليوم إن كان بالتعليم الرسمي أو الخاص أو الدكاترة ناطرين التفرغ واقفين على الطرقات. أنا ما بقبل يعني ليش هيدي الصورة هيك عم ترسم على القطاع التعليمي اللبناني بشكل عام. شوف، قلت لحضرتك في مخالف الاتفاق الطائف من الجميع. يا سيدي اللي عنده ملاحظات على مشروع التفرغ يخبرنا إياه، يقلنا وين الشوائب. كلمة شوائب ما بحب اسمعها، يحدد ما هي الشوائب، إذا في شوائب منعالجها. لكن أنا ما بقبل هالملف ينام بالأدراج بعد سنة، قلنا سنة عم نشتغل، حرام. احنا عنا مجهودات فينا نحطها بكتير مطارح لخدمة الجامعة اللبنانية، إن كان في البرامج أو في المبنى مباني أو في المناهج أو في التخصص العالي في الخارج أو في الداخل، أو إن كان فيما يتعلق بالمستلزمات والتجهيزات وخلاف ذلك. عنا ورشة كبيرة في الجامعة مثل ما شرحت. لكن اليوم أنا بدي ناشد المسؤولين، خابة الرئيس، دولة الرئيس، الحكومة اللبنانية، يقول لهم أنه السبب التأخر في بت ملف التفرغ يلحق ضررا بالجامعة بدون أي مبرر. طيب. ثانيا، إذا واحد في بذهنه شخص بده يفرغ على سبيل المثال، مش الحل أنه وقف 670 شخص لمشي شخص. عم تغمز من قناة؟ ما عم اغمز من قناة حدا، يعني عم اخذتني. ادخل استاذ متقاعد بالساعة جون بولس الى الملاك التعليمي، في ما لهم حق. انا قدمت ونشر في النهار امبارح وفي الصحف. طب ليش هذا الاستثناء؟ لا اعلم ولم نعرف. انا ما كنت بتمنى اقول هالكلام حتى لا تهتز صورة السلطة وصورة الجامعة معا. أنا ما بعرف من الفاكس أنه فلان أدخل إلى الملاك. رئيس الجامعة هو الذي ينهي مشروع التفرغ أو مشروع إدخال الملاك أو التعاقد بالساعة، بده يكون في توقيع رئيس الجامعة، يؤتى ببند إلى مجلس الوزراء من خارج جدول عمل مجلس الوزراء بدون معرفة الجامعة بكل دوائرها من رئيسها حتى أصغر دائرة، ويعين هذا الشخص الذي نحترم ونقدر قبل 4 أيام من تقاعده في ملاك الجامعة وهو غير متفرغ. عادة اللي بيدخل على الملاك بيكون متفرغ قبل، هو أستاذ بالساعة. ما الذي حصل؟ لماذا حصل ذلك؟ أنا ما بقبل. لذلك نشر الإعلام مطالعة من رئيس الجامعة يطلب فيها إبطال المرسوم، وصلت لمعالي الوزير، رفعت إلى مجلس الوزراء. هذا الموضوع بكل بساطة. لكن هذا موضوع مؤلم، هذا موضوع أنا بحطه تحت عنوان انتهاك استقلالية الجامعة اللبنانية. انتهاك استقلالية الجامعة اللبنانية، ومش أول مرة. أخذوا لنا صلاحيات مجلس الجامعة بال97 عندما جعلوا حق الموافقة على التعاقد بالساعة لمجلس الوزراء، وأخذوا لنا صلاحيات مجلس الجامعة بال2004 عندما لم يعينوا عمدا. شو بعد عنا؟ هذه مؤسسة للدولة، ما بيقدر هذا فريق الجامعة. سياسي معين الذي يستلم السلطة اليوم، ما عم نحكي من 2004، عم نحكي على الأقل من هون. حضرتك عم تعطيني هيدا المثل، أدخل هذا الملف من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء ووقع، حتى حضرتك يعني من خلال يلي تفضلت فيه، يعني ما بعرف شو عم بتحاول هذه السلطة يعني تفتعله بالتعليم الرسمي.
في انتهاك، حضرتك وصفته بالانتهاك. نعم. في سبيل شو؟ إذا كان هالأمر مخطط له كرسي، كرسي وطني، إذا كان مخطط له، أنا أناشد كل أهل الثقافة والتعليم في لبنان برفع الصوت دفاعا عن الجامعة الوطنية جامعة لبنان ودفاعا عن التعليم الرسمي. وإذا كان هذا الأمر نتيجة إهمال غير مقصود فليصحح هذا الخطأ فورا، ولتحترم استقلالية الجامعة. نحن ما عم نشحد الاستقلالية أستاذ فادي، نحن بدنا نطبق القانون. يا سيدي، الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي، هذا نص مكتوب، كل أستاذ جامعة بالجامعة اللبنانية بيعرف هالنص. الجامعة اللبنانية هي التي تدير أمورها في سلطة وصاية، مش سلطة رقابة على الجامعة بكل الأمور. الجامعة تراقب نفسها من خلال مجلسها، وحكيت عن أهمية مجلس الجامعة. الجامعة كل يعني تعطيل المجلس هي محاولة شو؟ انتزاع هذه الصلاحية أكثر فأكثر من الجامعة اللبنانية إلى السلطة السياسية. هن يمكن الأخطر شيء بالموضوع هو إلحاق الضرر في الجامعة وجعل الجامعة في ستاتيكو معين خاضعة للتجاذبات السياسية. بس هذا أمر خطير، أنا ما بقبل إدخال التجاذبات السياسية للجامعة خاصة بهذا الظرف، بهذا الظرف الصعب. أنا ما بقبل إدخال أحداث سوريا وأحداث لبنان والمشاكل اللي عم تحصل، أنا ما بقبل أن تقحم الجامعة اللبنانية بالخلافات السياسية، ما بقبل أبدا. الجامعة اللبنانية تؤمن العلم في حرم لمباني الجامعة، تحترم. إلى أي مدى محترم هذا الحرم؟ إلى أي مدى محترم هذا الحرم؟ لا، الحقيقة شوف، في تعاون مع قوى الأمن، نشكر الجيش اللبناني، قائد الجيش، قيادة الجيش، عندما أمننا في الشويفات في الحدث اللي هو أكبر تجمع للجامعة اللبنانية، مجمع الرئيس رفيق الحريري، عندما أمننا الأمن المطلوب بعد تدخلات من فئة بسيطة على عدد أصابع اليد طرح في الإعلام. أنا ما عم أحكي إعلام حر باللي بدي أقوله، بس نحن كجامعة معنيين أن نوفر الأمن لكل طالب ولكل أستاذ ولكل موظف. أنا بدي أطمن أهالي الطلاب، في عنا 2000 سرير دارمز داخلي لطلاب وطالبات، معظم 2000 وثمان طلاب بالعدد عدا ونقدا فتيات، يأتينا من مناطق لبنانية بعيدة، من الشمال ومن الجنوب ومن البقاع ومن أقاصي الجبل، لا يتعلموا بكلية العلوم الطبية أو طب الأسنان أو الهندسة أو إلى آخره. هؤلاء مؤمن لهم الأمن والراحة، وهؤلاء معظمهم ناجحين لأنه موفرين لهم نحن هالمكان هيدا. وبطمنك أنه كل الكافتيريات لزمت بإشراف ما في أراجيل، ديوان المحاسبة، واللي بده يأرجل يأرجل ببيته مش من الجامعة اللبنانية. دكتور، بعد في نقطة صغيرة بس، عن يعني ثمة من يعتبر أنه لا حياة سياسية في داخل الجامعة اللبنانية، ما في هيئات طالبية تم سميها سياسية، ربما تكون، لكن للأسف اليوم الهيئات الطالبية يعني هيئات سياسية حزبية. ليش لحديت اليوم؟ رح جاوبك بكل وضوح، بس في نوعين من الجامعات بلبنان. في جامعات أقفلت هذا الباب كلياً مثل الكسليك، بتمضي الطالب من أول سنة أنه عندنا ما في سياسي، جاي تتعلم خد الشهادة. الجامعة اللبنانية لا، ما فيها تكون هيك. اجتمعنا بلجنة متابعة شؤون الطلاب برئاسة الدكتور إلي داغر مدير كلية الحقوق الفرع الثاني، ومشارك الدكتور خالد حديدي. دكتور خالد حديدي اللي هو أمين عام الحزب الشيوعي بذات الواد، أستاذ في كلية التربية، بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين في الجامعة من أجل بحث اتحاد الطلاب. عندما نصل إلى صيغة لاتحاد طلاب الجامعة اللبنانية، أنا أول المدافعين والدعوة للانتخابات الفورية، لأنه حسب القانون إذا بدك تعمل مجلس جامعة بدهم يتمثلوا الطلاب، بيتمثلوا بمنتخبين بيمثلوا كل الجامعة، مش فرع دون بقية الفروع. هي بدأ اتحاد طلاب مثل اتحاد طلاب اليسوعية أو مجلس الطلبة في الجامعة الأمريكية أو إلى آخره. الموضوع بده صفاء النيات وبده إرادة وطنية. اجتمعت معهم لممثلي الطلاب، ذكرت ومعك حق مسيسين الشباب، طرحت عليهم سؤال،
قلت لهم انتم 8 زائد 14 شو بتمثلوا من طلاب الجامعه اللبنانيه؟ احكوني بصراحه انتم شو تقديركم؟ انا راح اعطيكم 30% بتمثلوا اكثر؟ قال لا اقل. قلت له وال 70% شو بنعمل فيهم؟ يا شباب خلينا نحط نظام لاتحاد الطلاب، ورجاء ما نقحم خلاف 8 و14 في الفروع الجامعية. عندي مشكلة بالشمال عمرها سنتين بين التبان وجبل محسن، سكرت فروع الجامعة بمنطقة الإبي. اتصور امتحانات الحقوق والآداب تتأخر لتشرين الثاني، لازم كانت تنجز بالصيف. طيب امتى بنبدأ بالعام الدراسي الجديد؟ اليوم بتأسف إلك، إلنا شهرين بالصيدا نحن عم نتعثر بحضور الطلاب. أحيانا بينزل نسبة الحضور لعشرة بالمية في فروع الجنوب بصيدا، ست سبع كليات. طيب حصل إشكالات بالفروع الثانية وبالفروع الأولى بين قوى سياسية حصرناها، وفي طلاب كويسين ومتفهمين، وفي ناس يمكن شغلتهم أو تسجلوا بالجامعة لحتى يعملوا بعض المشاكل، وكتير عم نبذل جهود مع المدراء في كل فرع لحتى نحاصر هالمشاكل. أنا باللحظة اللي بيجزوا فيها اتحاد الطلاب رح استشير السلطات الأمنية العليا، بدنا نعمل انتخابات بنهار واحد من الشمال إلى الجنوب ومن بيروت إلى البقاع حتى ما نعطل أعمال الجامعة والامتحانات والدروس وإلى آخره. وبهمني وهذا حلم لإلي وأنا كتبته باستراتيجية تطوير الجامعة عن اتحاد الطلاب، أنا بدي اتحاد الطلاب، وأنا سابقا كنت عضو باتحاد الطلاب وقت كان اتحاد الطلاب ممثل مجلس الجامعة أيام الرئيس أدنان نعيم الله يرحمه. نحن متابعين هالخطوة هيدي وأنا بوعد الطلاب بأقرب وقت ممكن إن شاء الله نقدر نعمل انتخابات. دكتور حضرتك حكيت عن استراتيجية الجامعة كخطة عمل، حضرتك حاطط هذا الكتاب. نعم. لكن هذه الاستراتيجية ألن تعيقها هذه الشوائب والمعوقات يلي صرنا ساعة عم نحكي عنها؟ إيه بس كان لابد للجامعة أن تقول ماذا تريد. طيب. ماذا تريد هذه الجامعة من خلال هذه الاستراتيجية يلي حضرتك وضعتها؟ أنا إذا بدي أقرأ العناوين، أول عنوان وأهم عنوان استقلالية الجامعة ومجلسها. هيدا أول عائق. اثنين. يعني عم تحكي عوائق ولا استراتيجية. اثنين. استقلالية الجامعة. بدنا المباني تكون مجمعات جامعية في المناطق مثل ما مخطط لها، استكمال مجمع الفنار، استكمال مجمع البحصاص في الشمال، بناء مجمع في البقاع وفي الجنوب. ما تتصور قديه مجمع الحدث وفر علينا إشكاليات، ما تتصور. مجمع الحدث. مجمع الحدث عم تستفيد منه كل دوائر الدولة. كل امتحانات الدخول الفنية في الجيش والأمن في القضاء، هذا المجمع الراقي، المجمع الحديث، الأمفيتياتر اللي هي مهيئة لامتحانات من هالنوع. هذا عدا ما رح أحكي عن الملاعب والحدائق اللي بتفصل، وبدي أحكي عن المختبرات وغير ذلك. إذا ما في مبنى لائق كيف بدك تحط مختبر للعلوم الطبية؟ وين بتحط البرودوي شيميك مثلا؟ وين بتأمنها؟ هبدا تأمين لا سمح الله إذا صار أي الجامعة تنجير. اللبنانية تستطيع تأمين تكلفة هذه المجمعات أبدا ثلثات خزينة؟ طبعا نحن عندنا موازنتنا السنوية، وفق موازنتنا السنوية نحن نؤمن كل شيء. والإدارة الجامعية قدر ما تكون سليمة عبر الموظفين المعنيين، أو فتنا على الموظفين خاصة في موضوع المناقصات وفي موضوع التجهيزات، بقدر ما نستطيع أن نحمي هذا المال العام للجامعة اللبنانية. وأنا بوعد السلطة وبوعد الطلاب أنه كتير رح يكون، صار بالسنة وأربعة أشهر ضبط مالي ورح يكون أكتر باستمرار. وبشكر أساتذتنا من كلية الحقوق بالقانون الإداري اللي هني مهتمين بهالموضوع. بحب أقول لك عنا خبراء بكل المجالات، ما كتير أنا يعني بشجع الخبرات الأجنبية، بس ما كتير بحب أنه غيب الخبرات الوطنية. نحن بالجامعة عندنا كلية هندسة فيها كل الخبرات بهالمجال، عندنا كلية الحقوق بالقانون، عندنا كلية العلوم الطبية والصيدلة وطب الأسنان في كل المسائل الصحية، كلية الصحة العامة اللي هي عندها ست فروع في لبنان واللي تعاقدت مع وزارة الصحة للقيام ببرامج متعددة بما فيها
منع التدخين. شو بعد في باستراتيجية يا دكتور؟ في بعد انه يكون انفتاح على العلاقات الخارجية. نحن نكون صريحين، علاقاتنا الأساسية مع فرنسا لأسباب تاريخية. مزبوط. مش معناتها نحن مندرس فقط باللغة الفرنسية، لا، مندرس باللغة الإنجليزية، ودخلت اللغة الإنجليزية تدريجيا إلى كليات الطب والهندسة، وأساسها موجودة بالعلوم وبالإعلام كمان، كان في إنجليزي بس نعم. كنت أنا نعم. بالجامعة. نعم، بدنا نطورها، ونحن بنعتز فيك وبنعتز بأمثالك خريجين الجامعة اللبنانية. أنا بحرب تموز بدي أعطيك مثل بسيط، مرقت على مبنى العويني بساحة رياض الصلح من شان الأحاديث حول الحرب وإلى آخره، أخذوني كأساس في العلاقات الدولية. كل ما أدخل على طابق لقي نصه من الجامعة اللبنانية، إما إعلام أو علوم سياسية. شو عم تعملوا يا شباب؟ عم نشتغل بالإعلام المتلفز. حقيقة الجامعة اللبنانية ضخت كادرات مهمة في الدولة اللبنانية وفي الخارج، فالانفتاح على الخارج مسألة مهمة. اتحاد الطلاب من استراتيجيتنا يجب أن ينجز، بالإضافة إلى تطوير نظام LMD. بدي أختم معك إذا تسمح لي بكلمتين. هذا النظام بدنا نعمل له ملائمة مع الحالة اللبنانية. هذا النظام عم نشتغل فيه ليلا نهارا، وبطمنك أنه في كتير مشاريع مراسيم وقرارات لمجلس الجامعة لتطوير هالنظام الأكاديمي الذي يقوم على دعامات أساسية، تطوير البحث العلمي و ترشيد التعليم ضمن صفوف أو شعب لا يزيد عدد الطلاب فيها عن رقم معين. يعني طريقة كنا ندرس فيها نحن بالسبعينات أمفيتياتر في 300 طالب و400 طالب، منا طريقة بتنسجم مع نظام LMD. بتقلي هي بدها أساتذة أكثر، نرجع هون لموضوع التفرغ، نرجع للمتعاقدين بالساعة. في دورة كاملة للجامعة اللبنانية بيقاطع فيها الكادر البشري، أساتذة، موظفين وطلاب، مع الإمكانات المالية اللي بتوفرها الدولة اللبنانية. ونحن عندنا تمويل ذاتي بنسب معينة بدنا نزيدها لتصير أكثر من 20% من موازنة الجامعة. عم نشتغل على هالمجالات هيدي. عظيم. قبل ما أروح إلى الصحافي العربي بس عندي بعد سؤال. هناك إشكالية، يعني كيف تتعاطى الجامعة اللبنانية مع الطلاب السوريين الذين لجوا إلى الجامعة اللبنانية لاستكمال ربما تعليمهم أو انطلاق بدروسهم الجامعية في ضوء ما يحدث في سوريا؟ وشو حجمهم اليوم؟ قديش بياخدوا نسبة من طلاب الجامعة اللبنانية؟ يمكن المشاهد يستغرب الكلام اللي هلأ رح أقوله. في العام الماضي كان عدد الطلاب السوريين في الجامعة اللبنانية أكثر من 5000 طالب، اليوم لا يصل إلى أكثر من 3000 طالب. وتحديدا في كلية الأداب، هذا أدى لتناقص عدد طلاب كلية الأداب هذا العام عن العام الماضي. ما في طلاب سوريين. ليش هذا التناقص؟ يعني تناقص من 5000 ل 3000. الأزمة اللي هن عانوها السوريين، أنا بعتقد حق الحياة والأمن هو الذي يطغى على السوريين. يعني إخواننا اللي منرد لهم الخير، منريد لبلدهم الاستقرار. في مسألة حليناها السنة، الطلاب اللبنانيين في سوريا خاصة كليات تطبيقية اللي ما بيقدروا يوصلوا لها، وبعضهم من الفتيات، قدرنا نحل هالمشكلة هاي بكلية العلوم الطبية، بكلية طب الأسنان، بكلية الصيدلة، بمعهد الفنون، بكلية الهندسة. هاي الكليات التطبيقية اللي عديتها قدرت تستوعب أكثر من 500 طالب لبناني كانوا عم يدرسوا بسوريا. عدينا مشروع مرسوم خاص وافق عليه مجلس الوزراء، عملنا الامتحانات التقييمية لهؤلاء ونحن ماشيين معهم. وبدي شير لناحية انه جديين هؤلاء الطلاب اللي كانوا يدرسوا بسوريا. يمكن المعاناة صنعت منهم شيء، انا كنت متخوف حقيقة من تفاوت المستوى، فإذ بهم يلتحقون بسرعة ويبذلون جهود مكثفة. هون بدي اشكر بالمناسبة عمداء الكليات اللي ذكرتها، دكتور يارد بالعلوم الطبية، دكتور دومت بطب الأسنان، الله يرحمها الدكتورة ماري تويني بالصيدلي. بدي أشكر دكتور الحاج بمعهد الفنون، دكتور رفيق يونس بالهندسة. هؤلاء اشتغلوا فعلا ليلا نهارا لاستيعاب هؤلاء. هاي من نتائج الأزمة السورية. خليني أروح لو سمحت دكتور إلى الصحافي العربي. كتب جورج سمعان مقالة في جريدة الحياة عنوانها المواجهة المذهبية من بيروت إلى بغداد. مما جاء في هذه المقالة
من العبث انتظار تسوية داخلية في سوريا فيما الحرب تصب مزيدا من الزيت في الصراع المذهبي المكبوت تحت الرماد في كل الأقليم، ونظرة إلى جزء من الخريطة الممتدة من شواطئ بيروت إلى ضفاف دجلة والفرات تظهر خطوط التماس التي تتواجه فيها مجموعات مذهبية متناحرة تضع الإصبع على الزناد. ولعل أخطر ما في هذا الاصطفاف أن شرارة واحدة أو خطأ في الحسابات والتقديرات يمكن أن يشعل حربا واسعة على امتداد هذه الخطوط. دكتور، تعليقك على هذه المواجهة المذهبية من بيروت إلى بغداد. في نقطتين بحب شير لقلون. في قصور بالفكر الإسلامي المعاصر عن فهم حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، بده يتعالج بالفكر أولا ثم بالسياسي. اثنين، في تدخل خارجي إسرائيلي وغير إسرائيلي بشؤون البلاد العربية بما يخالف كل مواثيق الأرض، ميثاق الجامعة العربية إلى ميثاق الأمم المتحدة، مرورا بكل وثائق حقوق الإنسان. معقول أن يكون الرهان من بعض الدول على صراع سني شيعي يمتد من أفغانستان باكستان شرقا إلى وادي النيل غربا نزولا إلى اليمن الجزيرة العربية؟ شو بيريدوا يعملوا يعني؟ هل يبقى هناك بلدان؟ هل تبقى هناك أوطان؟ كيف تنشأ دولة؟ هون بستعير لأستاذنا الكبير ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع السياسي، عبارة بقول فيها: قل أن تنشأ دولة حيثما تستحكم العصبية. اليوم العصبية هي التي تستحكم؟ أبدا، وهذا مؤسف. أنا بدي ناشد أول شيء من خلالكم الجامعة، ودائما على صلة مع أهل الجامعة اللبنانية والجامعات التعليم العالي، أنه ما نفوت بهاللعبة بأي شكل من الأشكال، ونمنع المتطرفين من كل الأطراف أن يعطلوا الحياة الوطنية في لبنان. هذا البلد تيكون رسالة بالعالم، ما بيقدر إلا يكون متسامح، ما بيقدر إلا يكون مع جوهر الأديان، كل الأديان اللي هي كرامة الإنسان، حق الإنسان في الحياة، حق الإنسان في الرقي والتقدم الاقتصادي والتنموي. مين بده يعمر هالبلدان بعد هالدمار؟ طيب دكتور، إلى أي مدى هذه العصبية اليوم تستحكم بهذه المنطقة؟ ما بدي أقول بالمنطقة ما، بس يعني في هذه الدولة، في الدولة اللبنانية، يعني التي تقول نحن ننأى بهذا بنفسنا عما يجري في هذا المحيط، لكن العصبية يعني مستحكمة كثيرا في العلاقات الاجتماعية أيضا بين اللبنانيين. شو خطورة هذا الموضوع؟ وإذا كانت هذه المقاربة صحيحة أو لا؟ بجانب كبير منها بتأسف إلك صحيح. يعني اليوم بتأسف إلك، عم عيد هالكلمة، إنه مسألة المدارس والجامعات فيها هيك شوية جفاء بين فئات لبنانية. نحن ما كان هالشي وقت كنا طلاب، تنكون صريحين، لا مسلم مسيحي ولا سني شيعي. مسؤولية مين هون؟ أها، في خليني أبدأ فيكم بعد عندي دقيقتين. خليني أبدأ بالإعلام، خاصة الإعلام المتلفز. رجاءً برامج تثقيفية، معنى المواطني، معنى الدين، معنى حقوق الإنسان، معنى لبنان الرسالي والدور والتاريخ. لك يا أخوان، لبنان ما مر بظروف من هذا النوع. وين مخدين البلد؟ اثنين، مسؤولية السلطة. ممنوع على أطراف السلطة واحد وقت يكون موقع رسمي أن يتجاذب بالطائفية أو بالمذهبية مع شخص آخر في السلطة، نائب، وزير، مسؤول بالدولة. لازم بتحطها بالدرجة الأولى مع علي الوزير طبعا. بعدين بالقانون الجنائي والجزائي في مادة بتحرم هالشيء، إلا إذا نسوا القانون ما بعرف. في كلام طائفي كتير بالبلد، مش ضروري يطلع على الإعلام. ثلاثة، رجال الدين بتقبلوني رجال الدين لأنه بيعرفوني أنا بطبيعتي، المسيحيين والمسلمين، السنة والشيعة تحديدا. شو عاملين انتم بالمساجد؟ شو التوجيه اللي بتعطوه لأئمة المساجد؟ شو الثقافة اللي هي عم تنقال في المساجد؟ طيب بعد ذلك، نحن جزء من هذا الشرق العربي الكئيب الحزين. نحن ما فينا نفصل حالنا عن سوريا، لا بالأمن ولا باستراتيجيا.
نائب النفس، يعني أن نساعد الشعب السوري أن يلتئم وأن نساعد على إنجاز الحوار. ما يقولوا لي بضل بالسلطة فلان وبروح بالسلطة، ثبت نظام حقوق الإنسان والمواطني وين ما كان، تجي الانتخابات تلقائية. عظيم. عند هذه النقطة نحن رح ننهي حلقتنا معك. أنا بدي أشكرك يا أهلا وسهلا فيك دكتور، هيدي وجبتنا. دكتور عدنان سيد حسين رئيس الجامعة اللبنانية والوزير السابق، أهلا وسهلا فيك. شكرا. وأنا بشكرك على هذه المقابلة. مشاهدين الكرام، انتهى وقت البرنامج. تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.lv. إلى اللقاء.